سلمون بصوص الشبت والبطاطس المشويه. عشان نشوي البطاطس عندنا بطاطس هنا قورمة صغيره، لو ما عندكوش وقت ممكن تسلقوها نص سلقه الاول. بعدين عندنا زيت زيتون، روزماري، اوريجانو، بقدونس، ملح وفلفل. للسلمون عندي فيليهات سلمون، وعندي ملح وفلفل وشرايح من الليمون، واكيد برضو زيت زيتون. بعد كده للصوص عندي زبادي ومايونيز وصوص فجل، عصير ليمون وشبت مفروم، بصل مفروم، ملح وفلفل. للتقديم عندي سبانخ وطماطم تشاري متقطعه وبصل احمر. تعالوا اول حاجه نقول بسم الله ونشغل على كل حاجاتنا هنا واقول لكم هنعمل ايه. اول حاجه هنشوي السلمون، فهنحط هنا زيت زيتون كويس قوي، هنرش على السلمون ملح وفلفل فقط لا غير، وهرش على الطاسة ملح وفلفل برضو، وهحط من تحت او يعني على الطاسة هنا كده شرايح من الليمون. شايفين ازاي اهو على الزيت والملح والفلفل. يعني بطنت كده الايه الطاسة بالليمون. هقوم واخده بقى الفليهات بتاعة السلمون وحطاها على الطاسة على الليمون والملح والفلفل والزيت. ممتاز، اديله فرصته بقى يستوي. واجي على ووك تانية مسخناها، اقوم حاطه زيت زيتون، واقوم جايبه هنا البصل الاحمر، رشه ملح، رشه فلفل، اقلبهم دول، عايزاهم سوتيه مش عايزاهم مهريين قوي، فيا دوبك كده يطرى. اقوم منزله عليه الطماطم، واقوم جايبه عليهم السبانخ. انا هنا مستخدمه سبانخ صغيره اللي هي البيبي سبينتش او السبانخ البيبي، فمش هقطعها. لو هي سبانخ بلدي بتاعتنا الكبيره قطعوها، بس زي ما دايما بنقول قطعوها بايديكم، ما تقطعوهاش بالسكينة. وناخد تقليبة، هرجع تاني واقول عايزاهم سوتيه، فمش عايزة اتقل عليهم، وكمان مش عايزة اغطي عليهم عشان الالوان ما تروحش. يبقى ملح وفلفل وزيت زيتون، بصل شرايح احمر، طماطم تشاري، وسبانخ. الناحية التانية ملح وفلفل وزيت زيتون وشرايح ليمون وفليهات من السمك السلمون. اوكي، ثالث ووك بقى هيتعمل فيها الصوص، فهناخد برضو معلقه زيت زيتون، بصل مفروم ناعم، ملح وفلفل، واصبر عليهم لما يحصل ايه، لما البصل يطرى ويبقى شفاف. في الوقت ده هجيب بولة هديها معلقة زيت زيتون، هديها الروزماري، الأوريجانو، البقدونس، الملح، الفلفل الأسود. هقلب كويس قوي قوي الخلطه دي مع بعضها، وهنزل عليهم البطاطس. كانت مسلوقه نص سلقه ماشي، كانت نيه ماشي، واخلط لحد ما اغلف البطاطس كويس قوي. اجيب طبق او صينيه تدخل الفرن
احط البطاطس فيها وادخلها الفرن لحد ما تتشوي. نرجع بقى نشوف اشيائنا اللي على النار. هنا ايه الاخبار؟ ده كلام جميل جدا. ونرفع من على النار على طول. هنا السلمون خلاص برضو. السلمون كمان خلص. هنا البصل طري. ابتدي انزل بقى باقي المقادير بتاعتي. شبت، عصرة ليمون، صوص الفجل هتلاقوه في السوبر ماركت، لو مش موجود مفيش مشكلة. مايونيز، زبادي. مش هطول على النار، انا بطول في مرحلة البصل وفي المرحلة دي خلاص، دي كل الحاجات دي انا عايزاها تبقى فريش، فمش هطول عليها على النار. نلم كده يدوبك يعني اسمهم ايه، سخنوا، وده كفاية قوي بس خلاص. ادخل دي الفرن معايا وانا رايحة هناك. ونعمل ايه؟ نغرف. نجيب الطبق. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا البطاطس اكتر حاجة بتاخد وقت، وخاصة لو مش مسلوقة. فاحنا هنا مجهزين بطاطس مشوية، الناحية التانية سوتيه الخضار اللي احنا جهزناه، ونعدل نفسنا كده، ونجيب عليهم فيليه السلمون. وناخد عليه شرايح الليمون اللي اتشوت معاه على النار واخدت من الطعم كله. ننزلها عليه كده. صوص الشبت برضو هياخد حبة صغيرين خالص خالص منه، والباقي في سوسيرة وهيتقدم معاه. عشان واحنا بناكل نزود منه. كويس قوي. نجيب بقى سوسيرة نحط فيها باقي الصوص. وين هالسوسيرة بتاعتي؟ اهي. نحط فيها باقي الصوص. بسم الله الرحمن الرحيم.